السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم متقع الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، حينما كنتوجو عند أحد أبطال مسابقة بالفاع وضمن عصبة الدار البيضاء الثقافية، وأيضا داخل جمعية ملتقى الأبطال، ودائما عند الأبطال إخوان ماتي والإعلان الجيد في هذه المسابقة. وتحضر معنا هنا في عملية الكنترول نائب رئيس جمعية ملتقى الأبطال أخ باسم اليعقوبي، والرجل الإعلامي المعروف كريم أجلاني، اللي غادي يبداو بعملية الكنترول عند الأبطال إخوان ماتي. السلام عليكم الأخ باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حنا اليوم كما قال الاخ بعيد كنتواجدو عند الاخوان الماتي، هما متواجدين معنا الان، عندهم حمامه ديكلاريا في توقيت جيد، غادي يخول لهم الرتبه الرابعه ان شاء الله على صعيد ملتقى الابطال، ومراكز متقدمه على صعيد العصبه التبريضه الثقافيه. دونك هنا كما كتلاحظوا الحمامه اللي ديكلاراو بها هي هذه، كما كتشاهدوا معنا الاخوان، هذه الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا اخوان ماتي. هذا هو الرقم ديال الخاتم ديالها، ها هو هذا، شوفوا النيميرو ديالها 2016، الرقم 07 77 35. بارك الله. دونك هي هذه، وهنايا في الورقه ديال نو لوجمون كما كتلاحظوا هنايا 07 77 35، تونلوجات مع 16 39 56. والجهاز الالكتروني، ناخذوا صوره على الجهاز الالكتروني باش نحدوا التوقيت المعلن عند الابطال ديال الاخوان ماتي عن جمعيه ملتقى الابطال. هانتوما كما كتشاهدوا معنا الاخوان، توقيت الاعلان هو 15:17 دقيقه. شحال هذيك ماتي؟ 50 نيميرو الباك 07 77 35. 35، وحده من 24 حمامه. تبارك الله، حمامه كبيره ياك، عمرها 2016. ضربه داك العام. دونك ديكلاراسيون صحيحه 100%. اخ باسم، نفس النيميرو اللي كان في لونجمون، ونفس الرقم اللي كان في صحيح 100%، الحمامه متقه. دونك هنيئا للاخوان ماتي بهذا الانجاز هذا، والاخوان ماتي من 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 المنخرطين ديال جمعيه ملتقى الابطال، كي زعما كي معروفين بالانضباط ديالهم والاخلاق ديالهم والنتائج الحسنه ديالهم. دونك الحمد لله ديما كيدكلاريو مزيان، وندوز لهم الكلمه باش يعرفوا. وشوفوا الاخوان ماتي، هذا هو الميسترو ديال لوفت اللي غادي ناخذوا عنده كلمه، كيفاش شات المسابقه، كيفاش كان الاعلان ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكر بعد الاخ بالعيد على المجهود ديال الاخ باسم والاخ كريم. هاد القرار ما كانت سهله، نقول لك راه نكذب عليك اخويا بالعيد، قاصحه بزاف، والحمد لله هاد التوار كان عنده انجاز ذاك العام في نفس تلقات قريب ذاك العام في ولاد الجرار، وهاد العام تبارك الله عاوتاني نفس الحمامه كتجي الاولى، وهذا ما كان اخويا بالعيد. تبارك الله، قاصحه بزاف. كما يسمون مسابقه الموت والانتحار، هادشي اللي كاين هذا هو الواقع اللي كتعيشوا لهوايه الحمام داخل مدينه الدار البيضاء. الاخوان ديالك كانوا حاضرين معك في جهه الحمامه، الاخ ديالك ناخذوا عنده الكلمه، كيفاش استقبلتوا الحمامه، كيفاش كان الشعور ديالكم كتعلنوا بالاوائل داخل جمعيه ملتقى الابطال. السلام عليكم بعدا الاخوان، كيف مرتكم مشكورين بالاخ باسم هذا، شرف المجيء ديالو اول كل مره. هذا واجب. انتم يا تبارك الله راك جيتوا في نفس المسابقه تقريبا بحال هذه العام اللي فات ديال ولاد الجراف، ومسابقه كما قالوا الاخوان وكاع الناس اللي كاع الجمعيات الاخرين كاع في الاتحاد، لان كانت مسابقه جد صعبه، وواحد الوقيته كاع وليت نتسناو الحميمه تجي تخرج. ما بقاش كتهملك لا النتيجه لا والو، المهم باش تلعب باش تكمل. هذاك الشيء اللي كاين. الناس تنصحوا، حنا عندنا المشكل، حنا زعما عيطنا للاخوان والاصدقاء نفس المشكل. العدد قليل وحتى الجو كان شويه مزير شي شويه. الحمد لله هذه راه تعرفت بكثره المطلق اللي كان داز قبل ولا هذا، راه تقريبا دخلت الاجواء. يعني الحمامه كتأكد عن جدارة واستحقاق المرة الثانية على التوالي الموسم الماضي وهذا الموسم هذا. ونفس المسابقة، مسابقة الجرة الكارثية، ودابا مسابقة بالفاع الكارثية حتى هي. نفس المسافة وداك الشيء ونفس الجو. ونفس الجو. وكنا تنتسناو شكون هي الحمامة اللي غادي تدخل، لأن شفنا تفاجأنا أنا والأخ، قال لي راه دير ولا الجرة هي اللي تدخل. هي اللي غادي تجي ضروري. وقلت لها أكدت بأن راه دير هذا الجو، راه هي النساء إذا كونفيرمي داك الشيء ديالها.
والحمد لله عليكم. تبارك الله عليكم. قبل ما نرجعوا عندكم غادي ناخذوا كلمه عند الاخ ديالكم حتى هو اللي حاضر معكم في المسابقه. ياك حاضر معنا في الهاتف. تبارك الله. المهم نعطيو الكلمه يخليه يعبر على الشعور ديالو حول هذه المسابقه. بركاته. اول حاجه مشكورين بالزياره ديالكم الاول. الثاني انا تابعت معهم النتيجه غير على عبر الواتساب. كما تشوف الاخوان كانت تما كما قالوا كانت كنبقى شويه معصره. وكان شويه ضايع. نتمنى الله نعاودوا في الطريق الجديد. داكشي اللي كاين ضيع بالنسبه لجميع المولع داخل العصبه الضربيه الثقافيه. وهذه هي الحمامه الاخوان. نعرفوكم على الحمامه المعروفه دائما عند الابطال ديالنا اخوان ماتي عن جمعيه ملتقى الابطال. ومن الاوائل داخل عصبه الدار البيضاء الثقافيه. بالنسبه لشحال حنا ما جاتكم الاخوان ماتي؟ تسعود من 24. تسعود من 24. المهم معدل ديال 37. لا تكون شي 46%. راه نفس المعدل اللي ديال ولاد جرافه السولتي العام. دابا 50%. بحال بحال. تبارك الله. قبل ما نرجع لك الاخ ماتي باش تعرفنا على الحمامه الانجازات ديالها والسلاله ديالها، لابد ما ناخذ كلمه عند الرجل الاعلامي الاخ كريم اجلامي هو اللي حاضر معنا هنا في عمليه الكونترول. اولا السلام عليكم، تحيه لجميع الاخوان المشاهدين. اولا هنيئا لاخوان ماتي بهذا الانجاز. تبارك الله، انجاز مزيان. تبارك الله في المسابقه ديال بالفاع. المسابقه قاصحه بزاف وصعيبه، داس الاجواء الحمام. الحمام كان نسبه الدخول ديالو قليله بزاف عند اغلبيه الموالي ديال مدينه الدار البيضاء. يعني الاجواء كانت صعيبه من ناحيه الجو، كان صعيب. ايوا نتمنوا التوفيق للاخوان ديالنا، والله يصبرهم والله يعوضهم بخير. نتمنوا غدا ان شاء الله تبان يبانوا الحميمات ان شاء الله ديال الاخوان، ترجع عاوتاني الروح ديال المنافسه ديال المالع ديال مدينه الدار البيضاء. لان اليوم داز عليهم واحد النهار صعيب وصعيب بزاف. كازا صعيب داز عليهم واحد النهار صعيب. يعني اغلبيه المالع ماشي مساكن مقلقين، ولكن اللي عنده شي ماشي مقلقين من النتيجه، مقلقين من الحمام اللي مشى. الحمام اللي ما جاش، يعني كل واحد مشاده في قلبه وساكت. الله يصبرهم والله يعوضهم بخير. المهم غدا هو اللي غيعطينا النتيجه النهائيه. نتفائلوا بالخير. نتفائلوا بالخير ان شاء الله. غدا يدخل الحميمات. كاين بزاف ديال الحمام اللي دخل في قصه المغرب، دونك مازال ان شاء الله يبان الحمام. بغيت الحال تدخل الحمام. نتمناو خير ان شاء الله. غدا تكون المؤشرات والحمام يدخل على الاقل يدخل لهم اكثر من نص 70%. نتمنى ذلك. رجعوا البطل ديالنا الاخ ماتي بالنسبه للحمامه، بغينا تعطينا الانجازات ديالها. وبالنسبه حتى للسلاله ديالها ملي كتنحادر ربما فين درنا لا كونترول، ولكن ما بقيناش عاقل. يبغى المشاهد الكريم يتعرف على الحمامه. مرحبا خويا بلال. عندنا تو خويا نفس الحمامه اللي كانت ديك العام ضربات في ولاد الجرار. ديال دومين فور. كلاسات في ولاد الجرار. ضربات بروميان في الجمعيه، وكانت من الثلاثه الاوائل في العصبه، وكانت تحيد ديك التسلقات تعاودات. الحمد لله هي عاوتاني عاود جات وهي نيت. داخل عصبه الدار البيضاء كامله. ما كاينش جوج عصبات، عصبه وحده اللي كاينه. هادشي اللي كاين. الحمامه ولا ما عرفتش. بروميان في الملتقى. وكانت من الثلاثه الاولين في العصبه. ساعات الغات هذيك من الغات. علاش ما المهم فاخر داكشي ماشي. كانت تكون دوزيام في. دوزيام ولا تروازيام ماشي مشكل ديك الساعه وفاخر. كانت الغات. من هي عاود تاكدات. عاود تاكدات عاوتاني ان شاء الله في العامات وكاتريام كما قال الاخ باسيم ولا سين كان في الجمعيه. وان شاء الله تكون ان شاء الله من الاوائل. تكون مع العشره الاولى ان شاء الله. ان شاء الله من الاوائل ان شاء الله في العصبه. وخوتا كاملين من الاب ومن الام تقريبا كلهم ضاربين عندي. تقريبا خو راه ضارب عندي هذا العام تا هو في اسفي، وضارب ذاك العام في ارقانه، وضارب ذاك العام في سيد المختار. بالنسبه للدم اللي فيها اذا كان ممكن. ما ضاربه عندي في فيتاس الملتقى اول ذاك العام، ما نيش عاوتاني. يعني حنا ممكن يلعب مسافات كامله. كيلعب مسافات كامله. كتلعب معاهم. والسلاله قلت هذه فيها خويا جانسن وفيها البورو نهي ديال الاخ اكرد. كنشكروا اكرد الحميد. نهي نهي وفيها البورو. تبارك الله، الله يسخر لكم. مبروك عليكم مرة ثانية. الأخ ماتي شي غدا بشي كلمة، شي تحية للإخوان ديالنا. كما قال الأخ باسم، تنتمناو باش تكمل الفرحة ديال الدراري يجيو الحميمات غدا، لأن راه باقي المسابقات. وهاد النسبة اللي داخلة دابا ما تتفرحش. تنتمناو غدا الصباح المؤشرات أن العام سهل. العام سهل. ملي كتشوف هاد النسبة ديال الدخول ديال الحمام كتبان أن أغلبية الموالي اللي عنده العدد قليل وما بالنسبه لي العام سهله. زعما انت مدي 24 جاوك تسعود صافي العام سهله. ما يمكنش تلعب تسعود الطلقه الجايه وانت غادي. مازال ديتي 24 وجاوك تسعود. المشكله هي الا ديتي 80 وجاتك 15. عطاك واحد الملتقى بعدا عدى واحد اللعب. هذا هو البروبليم. بالنسبه للملتقى عدى اللعب قاصح شويه. دابا مازال عندنا انت كاع داخل مازال في ليطاب ديال الدومي فون وخمسه ديال الحمامات. يعني صعيب. غالب الله. الدومي فون صعيب.
صحيح اليوم كنا خايفين من الطاب الحمام ساعة الحمد لله دخلوا فوق 5 حمامات بعدا الحمد لله الحمد لله دخلوا حدا بوحدا راه طرش من مشى راه حط رجل واحد شي تحيه غتقدموا الاخوان ديال الاصدقاء ديالك اللي كيروحوا معك في مقهى داخل الجمعيه داخل المغرب خارج المغرب نشكر غنشكر كلشي اول حاجه غنشكر الاخ ديالي بعدا رشيد وردان اللي كيديما تبارك الله كنسالي بالنصائح ديالو اخ بالقجه والدراري كاملين اخ حميد اللي كنسولو اخ بشير اخوان بشير اخ عصام حتى هو اللي كنسولو تبارك الله ما الشامخ لا الدراري تقريبا كاملين شنو حتى شي واحد حيت كان عندي مشكل العام في الاول ديال العام ما كنتش غنلعب اخويا بالعيد كاع كان عندي الحمام ما كيطيرش كاع في الاول ما كنتش غنلعب وشويه نصائح ديال الاخ الدراري بزز الحمام طاروا تبارك الله بعدا لعبنا به المهم ما بقيتيش بلاتي المهم ما كنتش غنلعب واخ رشيد اخ بالقجه اخ الشامخ اللي كنعاونني تاو بزاف وكنشكرهم من هذا المنبر كاملين تبارك الله كما قال لك كانت بدايه كارثيه بالنسبه ليه الحمام حتى كان تضعف حتى لقيت اللي غادي تبدا تلعب به وتجيك شي كارثه شي كارثه لدرجه للعلاج ديالها كيطلب واحد الوقت زمن حتى المشكل ديال العلاج ديال ما عرفناش المرض اللي كان فيه بالضبط جا عندي عند الاخ اسماعيل تا هو قال حاجه وكنشكره كان جا عندي انا قلب حمام قال ما فهم والو والغالب الله هادشي اللي كان اخويا بالعيد وما كانش غادي يلعب كما ما كنتش غنلعب وخوبو الدراري اللي عاونوني الدراري شجعوني الدراري بزاف قال لي اصبر طير هادي فورسي اول ما طلع لعبش شي 12 مشاو لي في المطلع الاول هذاك الشيء ماشي نورمال اللي كان عندي داكشي اللي كاين وهذوك اللي مشاو بعدا هناوني كلهم المهم سجن الترياس اللي مشاو الاول كلهم هناوني ما طلقتش مشاو جوج صافي عاد جات الحمام الاخ ديالك شي تحيه تقدم لها الاخوان الشكر ديالنا للجميع الزملاء ديالنا في المنطقه الابطال كلهم بيجو سيدنا نتمنوا الخير للجمعيه ديالنا ان شاء الله تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم ومبروك عليكم مره ثانيه الابطال ديالنا اخوان ماتي اخ باسم هذا هو الفينيش ديال هذا الفيديو هذا الدراري كامل اللي ضربوا في التلقى في الملتقى اخوان كامل اللي ضربوا مبروك عليهم من المباراه واللي ما ضربش الله واللي ما ضربش ان شاء الله في المسابقات القادمه ان شاء الله والله يسخر الجميع وكما شاهدتوا معنا الاخوان العمليه الكنترول عند احد ابطال مسابقه الموت والانتحار مسابقة ما بين ماسة مدينة بالباع تحت لواء عصبة الدار البيضاء الثقافية وأيضا داخل جمعية ملتقى الأبطال بهذا الفيديو بهذا التصوير النهائي في عملية الكنترول نستودعكم الله وفي أمان اللقاء بكم مرة أخرى ومع مسابقة أخرى ومع بطل آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.